بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلاب الصف الحادي عشر لمادة اللغة العربية الجي سي إي. طلابي، في هذا الأسبوع سيكون لنا لقاء مع عدة موضوعات، ولعل من أهم هذه الموضوعات التي سيكون لنا لقاء معها الحديث عن العادات والتقاليد في الخرافة من سحر وشعوذة وغيرها، كما أنه سيكون لنا لقاء أيضا للحديث عن حقوق المرأة في الإسلام، وسيكون لنا لقاء مع الجملة الإسمية، ومنها ننطلق للحديث عن كان وأخواتها، وهو من الدروس التي تم الحديث عنها، ولكن هنا للتركيز، حتى لأن هذا السؤال يختص بمادة الموضوع القواعد، وهو من الأسئلة المهمة في السؤال الخامس من الورقة الأولى والسؤال السابع. أيضا طلابي، سيكون لنا لقاء مع السؤال السابع من الورقة الأولى، وعن كيفية حل الورقة بهذا السؤال، كيف سنقوم بحلها. هناك عدة طرق لحل هذه الورقة بموضوع السؤال السابع، وفي صفحة البي سي من خلال ذهابك إلى عنوان الدرس المطلوب، ستجد بأن الدرس يتحدث عن موضوع ما يسمى بالألعاب الأولمبية. بمجرد تنزيل الورقة ستجد كيف نقوم بحل هذا السؤال. طبعا كما قلنا بأنه ينطلق من مادة القواعد، سواء كانت الجملة الإسمية أو الجملة الفعلية أو شبه الجملة أو غيرها من القواعد التي تم شرحها، ونقوم بإعادة الحديث عنها للتأكيد، لأن السؤال السابع فيه الحديث عن مادة القواعد ببعض النقاط، وهو عبارة عن سؤال تقوم بوضع اختيار عدد من الكلمات في وضعها بالمكان المناسب. طلابي، إذا ما عدنا للحديث عن موضوع الجملة الإسمية وأقسامها، نقول بأنها تتحدث عن المبتدأ والخبر. المبتدأ يكون مرفوعا والخبر أيضا يكون مرفوعا ما لم يدخل عليه أحد التغيرات بإن وأخواتها أو كان وأخواتها، ما تسمى بالنواسخ. عندما نتحدث عن دخول كان وأخواتها، نقول بأن كان وأخواتها تقوم برفع الاسم وتنصب الخبر، وبعد ذلك يجب عليك أن تضع الحركة الإعرابية للمبتدأ، فيقال مبتدأ اسم كان مرفوع وخبر كان منصوب. أيضا طلابي، سيكون لنا لقاء وحديث عن الشعوذة والخرافة من سحر وغيرها، وهي من العادات والتقاليد الموجودة في المجتمعات العربية بشكل عام. ما هي أسبابها؟ ما هي المشكلات التي تحدث؟ وما هي طرق حلولها وحلولها لهذه المشكلات؟ هذا طلابي مجمل الحديث لمادة الأسبوع الذي نحن فيه. أيضا نذكر طلابي بالحديث عن حقوق المرأة. ما هي الحقوق؟ سيكون لنا لقاء وحديث عن حقوق المرأة وكتابة مقالة. أيضا سيكون لنا لقاء للحديث عن ما هي الحقوق التي منحها الإسلام للمرأة، ما هي الحقوق التي أوجبها المجتمع الدولي أيضا للمرأة، وما هي الواجبات المطلوبة منها. هذا طلابي مجمل الحديث لمادة الأسبوع. شاكرا لكم حسن متابعتكم وتفاعلكم معنا في الأسبوع الدراسي، على أمل اللقاء بكم بأسبوع جديد، وهو من الأسابيع النهاية للفصل الدراسي الأول. دمتم برعاية الله.